هذه النعم يا كرام عشيان مواسم الطاعات وإدراك فضائل العبادات نعمة عظيمة تغشى العباد، لكن قل من ينتبه إليها ومن يرعى حق الله عز وجل فيها. من النعم الدينية العظيمة أمة الإسلام التوفيق للطاعة والإقبال على العبادة، فرحت ووفقك الله فصمت اليوم أول أيام رمضان، هذه نعمة. أدركت البارحة فصليت مع الناس قيام أولى ليالي رمضان، هذه نعمة. فتحت المصحف فقرأت ما كتب الله لك أن تقرأ اليوم من كتابه العظيم وكلامه الكريم، تلك نعمة. هذه النعم يا كرام غشيان مواسم الطاعات وإدراك فضائل العبادات نعمة عظيمة تغشى العباد، لكن قل من ينتبه إليها ومن يرعى حق الله عز وجل فيها. كم فرضا صليت اليوم والأمس وقبله وقبل أسبوع، كم مرة وفقك الله فتوضأت، كم مرة صليت الجمعة، كم مرة قرأت القرآن، كم مرة ذكرت الله، سواء فعلت ذلك واجبا أو استحبابا وتطوعا ونافلة، هذه عبادات وفقك الله عز وجل إليها، هذه نعمة تستوجب شكرا. فإذا شكرت الله وحمدت الله وأثنيت على الله فقد أديت ما أوجب الله عز وجل عليه، ولم نوفي حق الله عز وجل بشكر نعمه لأننا لا نحصيها. لكن نعم العبد، عبد أدرك أن توفيقه للطاعة وإدراكه لمواسم العبادة نعمة عظيمة خصه الله تعالى بها، نعمة يا كرام، لأن الله عز وجل وفقنا وأعاننا وأدركنا موسما من مواسم الخيرات. نشكر الله جل وعلا لأنه هيأ لنا من عمرنا موسما آخر، وأدركنا رمضان العام المنصرم والذي قبله، وها نحن قد أدركناه هذا العام في الوقت الذي أدرك فيه رمضان معنا العام الماضي أقوام ما أدركوه هذا العام. بين هذا العام ورمضان المنصرم اخترمت المنايا أقواما كثيرين، أحبة وأصحابا وأقرباء وجيرانا وإخوة وخلانا، تخرمتهم المنايا فما أدركوا رمضان. أما علمت عبد الله أنك أوفر حظا منهم وأنك أكثر نعمة منهم بما أدركت من موسم الخير والطاعة وبلوغ شهر الخير والبركة شهر رمضان؟